ست أم مصطفى بتقول إن هي بتاخد أدوية هي قاعدة أغلب الوقت، شفاكم الله وعافاكم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يتم شفاكم وشفاء كل مريض، اللهم أمين يا رب العالمين. فبتقول إنها ساعات بتجيلها غفوة كده في أو غفلة كده في الصلاة، سنة بسيطة كده وتقوم راجعة تاني أثناء قعودها والقيام بأداء الصلاة، لأن هي ما بتتحركش وتاخد أدوية كتيرة. بس نبقى فاهمين أنه الأصل أنه الإنسان يأتي بالعبادة وقت الحضور والهمة، الأصل أن يأتي الإنسان بالعبادة وقت الحضور والهمة، يعني وقت النشاط، وقت الحيوية. ما بقاش عارف أن أنا خلاص تعبان وكسلان خالص ومش قادر أفتح عيني وداخل أصلي، لا، طالما عندي فسحة من الوقت أن أنا يعني أنشط، يعني أحاول أخد بالأدوات اللي تنشطني، ده الأصل عشان الإنسان يبقى فايق وهو بيؤدي العبادة قدر طاقته، وبخاصة إذا كان طبعا حضرتك في حالة مرضية فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا ما فيش لا شيء على حضرتك من هذه الغفوة ما دامت لا تصل للنوم العميق اللي يغيب الإنسان عمن حوله. دي سنة سريعة وأنت فيها، فإن شاء الله صلاة مقبولة بتيسير الله تعالى.